لطيف يعني، ده نفي للإشاعة اللي كانت اتقالت الساعات والأيام اللي فاتت. وزارة المالية بتؤكد إن صرف المرتبات هيكون دفعة واحدة في ميعادها كل شهر، غير الناس اللي كانت بتقول هتتقسم لدفعات وغير المرتب، هيبقى دفعة واحدة في ميعاده كل شهر. لو في أمور أخرى وأموال أخرى غير المرتب بتبقى الموظف بياخدها، دي ممكن تبقى على دفعتين أو غيره في أوقات ثابتة ومحددة. ثلاث أخبار لطافة أهو، أسيب حضراتكم معاهم. صباح الفل عليكم، إن شاء الله بكرة أشوفكم على الأقل، أجيب لكم معايا كده في الشنطة وأنا جاي شوية أخبار تديكم دفعة تفاؤلية بإذن الله. كل سنة والشرطة المصرية بخير، كل سنة ومصر كلها بخير بإذن الله، وصحة وسعادة وعمل وانتماء لهذا الوطن.